سلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وازيك شباب؟ مالين وحشتوني جدا. من النهارده فيديو جديد. قبل ما نبدا المقطع بتاع النهارده بس الكيم مشترك الجميل، هنلعب يلا سلسله جديده قرع كرافت. ايه في ايه؟ تقول لكم ساكت تجري. ايه يا جماعه مال قرع كرافت؟ حلوه والله، حلوه والله حلوه. طب يا شباب لو عجبتكم الاسم ده، بصوا الفكره بتاعت السلسله دي، اللي انت هتقولوا على اي حاجه انا هبنيها على طول. لكن اول حاجه يا شباب، اول حاجه هننزل الكيف ونجيب لنا ادوات اسطوريه. طبعا اول حلقه وثالث حلقه ورابع حلقه هتكون بنجيب حاجات اسطوريه جدا جدا جدا. ونبدا بقى في الحلقه الخامسه او السادسه نبني اللي انتوا عايزينه. بس في الحلقات الاولى هنعمل ده، ما تنسوش تحط اللايك عشان العسوله. تنسوش تحط اللايك انت معلم، حط لايك. هرقص لكم رقصه، استنى. العب يا بن، العب يا بن، العب. والله انا مظبوط، انا مظبوط يا شباب. يلا بينا. اول حاجه احنا طبعا نروح نجمع خشوبه. خشوبه اولا. في ناس يا جماعه بتقول انت لما ما بكسرش الخشوبه قدامنا، فاحنا هنكسر الخشوبه قدامكم. انتوا بس منشوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طب مش عارف ليه في ناس ما بتصدقنيش اللي انا بكسر الخشوبه وبتقول له انت بتجيب من الكرييتيف. فانا يا جماعه مش هقصص، معلش. في ناس ايه ما بتصدقش، فهو انا بكسر الخشب قدامكم عشان في ناس ما بتصدقش خالص، ما اعرفش ليه الصراحه. لكن انا بكسر الخشوبه بايدي وبتعب وربنا. لكن المهم يا جماعه، الحلقه الاولى والثالثه هنكون مجمع فيه، ده تحدي، يعني دي سلسله التحديات. فانت لو عندك حاجات منسوش بس تحط لايك واشترك في القناه. انا هعمل لكم في المنتدى، ابني لكم ايه في السلسله قرع كرافت. فاحنا ناخد لنا كده ايه سكرين عشان ده اللي هيكون البتاع بتاعت الفيديو. استنى، صح نروح، صح انا ما خدتش ال اسمه ايه، صح يا جماعه نروح ناخد ال اسمه ايه، مش فاكر. خدت سكرين شوت جميل قوي. هتقولي لي يا مصطفى عشان يعني عشان اول ما انزل لكم الفيديو هيكون في الصوره وانتوا تعرفوا اللي هي قرع كرافت. يلا بينا فيرست بيرسون، ليتس جو. يلا بينا نكسر خشوبه. طب يا جماعه انتوا ليه، اسالكم سؤال بصراحه، انتوا ليه ما بتحطوش لايك؟ ليه ما بتحطوش لايك؟ ليه ليه ليه؟ والله بعمل لكم فيديوهات جميله. لو انتوا عايزين طيب فيديوهات اكتر على القناه دي، انا بنزل يوم ويوم، يعني يوم على قناتي ويوم يعني بكره مش هنزل على القناه دي، بكره هنزل على القناه التانيه يوم ويوم كده، ماشي بالنوع. عشان في ناس ما بتحبش القناه دي تحب القناه التانيه، وفي ناس بتحب القناه اكتر. في ناس ترى انت ما اعرفش يعني دي هي الصراحه، في ناس غريبه خالص مش عارف ليه، رغم ان القناه هي هي الصراحه. والله في ناس ما بتحبش كده خالص، تحب القناه دي بس، في ناس بتحب القناه التانية بس. صراحه ما اعرفش دول شاربين ميت مخلل. افتح البكاكس. طبعا هنجمع البكاكس، لازم نكسر بس الكرافتنج التابل. روحنا جمع لنا اكل، بس اول حاجه ستون، ليتس جو. بصوا كنت افكر ده كابس. يلا بنكمل. خروف، معيش اكل، حاسه ان انا قربت اموت اساسا. في اي اكل لازم اخد اي اكل حرفيا. ادي جمعنا تمن الخروف، قصدي تمن السرير. ايوا عشان انط وانا بضربك عشان الدمج يكون اقوى يا عبيد. خد بقرة، هوبا واحد الله وديني وشك. واحد، خد بقرة، واحد اتنين. والطلبة طب يا شباب السلسلة دي من غير مودات خالص، مش هعمل مودات. واحد، بتاخدي بقى بقرة، موتي بقى. شت الليل، ورد ورد بسرعة بسرعة. هنا كل ده ما جبناش ستون ولا بتنجان. شت ليه؟ طيب موت يا عجلة. سرير على طول، هات حط، هسبغ دول ودول، هسبغ كله.
لا محتاج بسرعة بسرعة. شت شت ماذا فك. يا رب الحق يا رب يا رب. بس في سبايدر تقريبا ورايا. تركز تركز يا عم الحاج. حط ليه مش دي تعمل ليش من فوق تقريبا. حطه نام نام. الصباح جميل، هي البداية وحشة خالص. أي بداية ماينكرافتية بتكون كده. يلا بينا على الستون. أوكي ده المفروض اللي أنا وصلت. نجمع بقى قبل ما طب الشباب نكمل بقى. احنا جامدين جدا جدا جدا. ليتس جو. طيب يلا أكمل أنا بقى. أو حلو أوي خالص. كمل أنا بقى. سلام. ليه بقى كده نزعل احنا كده نزعل. خلاص حلو قوي. شكرا تسلم يا كبير. حط خليه كبير جامد خالص. عملنا فرن جميل. يلا بينا نبدأ لنا نعمل البيت ولا انا مش دلوقتي. احنا اهم حاجة دلوقتي عندنا تجميع الوكل. الله تسلم عم الكلب. طب يا جماعة احنا نحاول ندور الحلقة الأولى، نحاول ندور على أكل عشان دي الصراحة أنا شايف إن هي هتكون مشكلة كبيرة كبيرة أوي كمان. الصراحة أنا محتاج كلب يكون معايا. الله يلا يلا شمعة شمعة يا رب شمعة. يعني أنا نزلت هنا على الفاضي؟ أكيد لأ أكيد لأ. يا لهوي أخيرا 7 دقايق عدوا ولا عملنا حاجة ولا بتنجان. الصراحة دول مضايقني خالص. تعالوا نكسرهم كده على السريع. يلا بينا. الصراحة مش عارف أعمل ايه تاني. قطعها في الماية حالا. بالا يلا بينا نقتله. انا عارف ان الاكس اقوى بس عشان الاكس ما يخلص احنا لسه هنحتاجه في حاجات كتيرة. طيب احنا شكلنا مش هناكل غير لحم خرفان. شكلنا بس انا معيش فحم. الله جت في بالي فكرة. احنا نجمع شجرتين كده. احنا جمعنا شجرتين. هنجيب الفرن. يعني الفرن ده كده هنجيبه. لا ده كده السرير. فرن. حط الفرن. افتح الفرن كبير. هتحط ده يا معلم وهتحط دول. تستنى يتعملوا زي الشطار. قبل ما يتعملوا جمعت الشجرة دي. وهاو ده استنى. نقتل الجاموسة. نقتل الجاموسة. طب يا بابا انا رايح دلوقتي. والله ما اعرف هم عملوا. لا قتلت الجاموسة ومت خلاص. انا ميت. حلو قوي. نستنى الباقي. قتلنا خروف تاني. بتمشى في السماء الجميله مش لاقي اي حاجه. ناخد لنا سكرين شوتايه. افتح بتاع السكرين شوت. لا كده تسجيل الشاشه احي. ايه في التاني؟ يا لهوي بتاع لقطات الشاشه مش زي اشتغل لقطات الشاشه. طيب جميل. نستنى بقى البتاع ده بقى عشان مش هنخلص كده ولا ايه. بصوا انا قلت الصراحه يعني هجيب لي شويه ستون انزل على السريع دلوقتي دلوقتي حالا. هجيب لي شويه ستون. يعني هجيب لي 8 16 وانا معايا واحده. يعني هجيب 15 وارجع لكم. الصراحه انا نسيت نفسي وجمعت دول. ما اعرفش غباء صناع غباء افتراضي. نطلع بقى على طول. يلا بينا نشوف. اوكي كده تعملوا. انتوا طب يا جماعه كنت بتستاهلوا نجيب كرافتنج تيبل. طب على طول افتح على طول. انا كنت عايز يا ربي اعمل لي 3 وما يلا جم بالحظ ضرب برضه متبقي واحده. لك حاجه احنا هنأمن اول حاجه عشان نعمل بيت الحلقه الجايه ان شاء الله نكون نعمل بيت. اول حاجه يعني مثلا نجيب لك كام فاير دي هتفيدني كتير.
غير دول يعني، دول الصراحة يعني انا اقعد اجمع خشب كتير او اقعد اعمل فحم. فده فكرة الحاجة يعني، احنا هنجيب دول كده نخليهم يشتوي، هنجمع الشجرة دي ونرجع. طلع جمعت شجرتين وجمعت الشجرة دي ولقيت هنا خنزير لازم اقتله، لازم معيش اكل خالص. كل واحدة طيبة عشان اعرف اجري. كل لك واحدة مصطفى عشان اعرف اتعامل واجيب اكل اكتر. يلا بسرعة بسرعة برضو. ايه الاكل ده؟ حاجة مهمة خالص. يلا بينا نرجع المكان اللي احنا كنا فيه. مصطفى مستغرب ليه كل ده ملقتش خالص فراخ. ليه الصراحة ما اعرفش. الله، سامع صوت بقر يلعب يا كابتن. يلا بينا صح اللي على الكام فاير. السرير لازم ننام حالا. جهز لي السرير، مش لازم اخده. ارتويت المكان دوت. اه دوت شيت ماذر فاك. الله، انت هنا، انت في المكان الخطأ يا ست. الله، سلم ناكل، حط ننام، صحينا ناكل. هم 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 سلام. يلا بينا نجمع شوية خشب تاني. فعلنا الإحداثيات يا جماعة عشان ايه؟ نحفظ بس الطريق. إحداثيات اهو، نازل اعرف بس عشان نسيت. هو ده بتاع البلوكات وده إحداثيات. سالب واحد، لا خليها واحد. 165 سكرين شوت. طبعا يا جماعة انا بحتاج دول، بحتاجهم جدا جدا. هتقولي انت هتعمل ايه يا مصطفى دلوقتي؟ خلاص الحلقة خلاص هتخلص. هقولك يا كبير، خد لي البقرة اول حاجة. طبعا ده اهم حاجة. هقولك يا كبير، انزل تاني على طول تقول لي لا مصطفى اتقل تاخد حاجة نظيفة. خد 2 بالظبط بالظبط. هطلع تاني يا كبير. صوت مرعب. شت يح، مش مهم. عمل دي وعمل تاني وعمل دي. تقول لي لا اعمل حاجة، اقول لك ايه قال تاخد حاجة نظيفة. روح جمالي بتاع 30 درت واجي. يا عبد الصمد اخينا فرخة تعالي. تاول فرخة يا صفرة 30 بالظبط. 30 بالظبط يا معلم. الله، في شوية جم قولي. فاحنا نقف هنا. هقول لك ليه، عشان لو حطينا خشب هيتحرق. احنا نعمل كده يا معلم، هنعمل كده. تقول لي ليه اتقل تاخد حاجة نضيفة. هنعمل كده. تقول لي ليه؟ اقول لك اتقل تاخد حاجة نضيفة. بلوكة كمان عشان لو صرصير جاتلي. تقول لي يا جامد يا مصطفى، اقول لك اتقل تاخد حاجة نضيفة. بس فتحت هوية عشان لو حبيت ابص. يح 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 طب يا شباب، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم. ما تنساش بس اللايك يجي من الاشتراك كمان. تجمع اللي بيسأل ايه اللي انت حبيبته ده يا عم الحاج. ده المكان يعني. الحلقه الجايه ان شاء الله بنكرر كرافت، هتلاقوني هنا. طب يا شباب، هعمل لكم باي باي. فين باي باي؟ اهي سلام. يح يح يلوي هتحرق.